كانت كأي طفلة عاشت حياتها طفولة حالمة، كانت زي الفراشة بتتنقل من وردة لوردة، مبسوطة كثير بطفولتها، كان عندها طاقة إيجابية كثير حتى من هي طفلة، فكانت زي أي طفلة عايشة حياتها الحمد لله، عندها أحلام عندها أمال، مبسوطة فيش فيها إشي. وفجأة هيك بعمر العشر سنين تقريبا صار عندها شوي تعب بنفسها، إمها اللي لاحظت عليها حتى صارت تحس أن نفسها شوية متسارع. تقريبا أول سنة كنا نعالجها وعالجوها الأطباء على أساس أنه موضوع تحسس، موضوع التهابات، موضوع يعني مش أكثر. هلا صارت تزيد الحالة، ويعني كل ما يوم عن يوم تزيد حالتها وتتراجع. مع التشخيص رجعنا أكثر أطباء، رجعنا لما أخذوا لها عملوا لها تنظير، أخذوا لها خزعة، أخذوا لها، تبين أنه في عند هذا المرض بالرئة بالعادة ما بصيب بعمرها. الحمد لله رب العالمين على كل شيء. للأسف أنه ما كان في علاج لحالتها، يعني أنا من أول ما اكتشفوا حالتها حكولي هاي الحالة حاليا يعني الطب في كل العالم ما اكتشف علاج. مشكلة المرض هذا أنه بيأثر على عضلة القلب، يعني مرتبطين اثنين مع بعض ارتباط تام، يعني الرئة هاي بتأثر على القلب، فصار يصير عندها مشاكل بالقلب بالإضافة للرئة. قاومت المرض بشدة، كانت صابرة جدا، حتى لما يعني هي ما أطلعناها على حقيقة مرضها تماما لأنه كنا عارفين أنه ما له علاج، كنت بديها تعيش زيها زي أي طفلة، زي أي إنسان، تعيش مبسوطة، تعيش حياتها، تنبسط في حياتها، ما كنت حاب أنها تعيش في معاناة، تعيش بانتظار إشي قادم. الحمد لله رب العالمين قدرنا نعيشها طول الفترة هاي، تعرف أنها مريضة، تعرف أنها تعبانة، تعرف أنه بدها علاجات، بتعرف لكن ما بتعرف بالضبط شو حقيقة المرض أو لوين ممكن يؤدي. صدقاً مش لأنها بنتي، الصبر اللي صبرته والنفسية اللي كانت فيها يعني كانت تشد من أذرنا إحنا وترفع معنوياتنا إحنا، إلى قصص كثير معها لما كنا نراجع الأطباء ولما ولما ولما، كانت لما تحس إني شوية معنويتي نزلت تمسك إيدي تبتسم لي تبوسني من راسي، هي مش أنا اللي أنا لازم أعمل هيك، لما كانت تشعر بس إنه أبوي شوية تروع عندما على البيت مبسوطة تقول أنا أموري تمام الحمد لله رب العالمين، كل شيء أنا بخير الحمد لله. ف يعني حاولت بدي احكي لك اياه انه انا يعني جزء من صبرنا واحتسابنا على فقدان فلدة كبدنا انه هي نفسها علمتنا الصبر، لدرجة انه انا صرت اخجل من نفسي اذا ما بدي اصبر، وبنتي علمتني صبر عشر سنين. بقولوا الاباء هم اللي بعلموا الابناء، هم اللي بربوهم، هم اللي، لكن في بعض الاحيان الاب فعلا او الام الوالدين بتعلموا من ابنهم اشياء. قبل ما تموت بكم من يوم وصلني خبر انه هي بالمستشفى، وانا كان عندي امتحانات كنت بحضر لامتحاني، وصلني خبر انه هي بالمستشفى، بس انا قلت انه اشي عادي لما انا كل مره انها هي بتتعب وندمانه. وجت ماما حكت لي انت ولك روحي، وانه شو يعني تركي الدراسه وروحي لو انه بس ساعه. قلت لها والله لا اروح، بس بنفس الوقت كنت كتير خايفة ومتوترة مشان امتحاناتي وإنه مش عارفة شو بدي أعمل، وبدي أروح بنفس الوقت، وكنت خلص ناوية أروح. باليوم اللي كنت ناوية أروح فيه وصلني خبر وفاتها. كان عندها هدف في الحياة إنه تواسي الناس اللي بيعانوا من أمراض أو من مشاكل، أو كانت ترفع معنوية، كان لها علاقات مع كثير صديقات بيعانين من بعض الظروف الصحية زيها، كانت ترفع معنويتهم بطريقة مش طبيعية ودائماً تحط حالها مثل.
هلا لغايه ما بلش المرض ياثر عليها اكثر واكثر، حولت اغلب كتاباتها يعني وصف للمعاناه، وصف للحاله اللي بتعيش فيها. هان بلشت تخفي عنا كتاباتها انا ووالدتها، عشان او كانت تحكي لصديقاتها انا ما بدي افرج كتاباتي لابوي وامي، لانه اذا بقراوا انا شو بكتب راح يزعلوا، راح يتضايقوا، راح يتاثروا نفسيا، وانا ما بدي هذا الحكي. انا بدي اياهم يضلوا قويين، وبدي اضل قويه قدامهم، لا بدي هم يضعفوا ولا بدي اياهم يحسوا انه انا ضعيف لانه بضعفوا بزياده. فاضطرت تخفي الكتابات عنا بالكامل، والحمد لله رب العالمين. بعد ما اجاني خبر وفاتها والحمد لله على كل شيء دائما وابدا، حكيت لك انا يعني الحمد لله اللي الله صبرنا، ولانه تعلمنا الصبر على يدها والاحتساب على يدها. هلا صار صديقاتها يتواصلن معي بعد وفاتها، يا عم نور بقت كاتبه كتابات كثير حلوه وكان حلم حياتها. وكان حلم حياتها انها تعمل كتاب، وكانت تحكي لصحباتها انا نفسي احكي لابوي وامي يعملوا لي كتاب، بس مش قادره لاني بديش يعني يقراوا شو بكتب وبديش ازعلهم. فبلشوا الصبايا يخبروني، فانا قلت الحلم اللي ما تحقق في حياتها لازم يتحقق بعد وفاتها. ما في اشي بوجع غير شعور الفقد، كثير بنحكي انه نفقد ناس وهيك، الفقد الحقيقي انك واحدة من خواتك تتوفى. لما رحنا نعزي عن جد يعني مش متخيلة إنه إحنا رايحين نعزي، ولا كنت بالوعي، كنت بس بدي أسند خواتي التانيات اللي هم إحنا صحبات مع بعض من 9 سنين أو أكتر. هي كانت الوحيدة اللي كانت ترسم الابتسامة يعني بيناتنا، وهي اللي كانت تشجعنا على الدراسة، على كيف الواحد يصبر أمام عقباته، كيف الواحد يكون قد حاله، كيف الواحد يواجه أي إشي، وأنا تعلمت هذا الإشي منها. أنا أحكي لك إنه هلأ عن جد تعرفي اللي هيك اللي انكسر، عن جد انكسرت، مش قادر إنه مش قادر أجبر هذا الكسر عن جد. يعني حسيت انه لا رغد اقوي عشان اهلك وعشان اهلها. نور ما قصرت مع حدا بالمره، الله يرحمها يا رب. يعني تعبت زياده عن اللزوم، بس كانت تسندنا اكثر ما تبين لنا تعبها. كثير قرايب الي يرنوا علي، انت بتعرفي هاي البنت؟ طيب من وين عرفوا؟ من وين اجى الكم الهائل من الناس؟ لما صفحات يعني مشهورة على الفيسبوك تنزل عنها وهي ما بتعرفها. فيعني هذا كلياته إن شاء الله يا رب بميزان حسناتها، وإن شاء الله يا رب بيكون إنه إن شاء الله هي تكون ارتاحت. أنا متأكدة إنها ارتاحت، لأنها هي تعبت كتير وما كانت تحسس حدا بتعبها. ب15/5/2018 كان في دور حديث بيني أنا ونور، كلام عابر زي أي يوم. حكيت لي فيه انه انا يوم من الايام راح اكتب كتاب وانت تطلعي تحكي، بما انه بايام المدرسه كانت هي تكتب وانا كان عندي الشجاعه اطلع قدام اي حدا واحكي اللي هي بتكتبه. فاللي بايدي خاطره كتبتها بعيد ميلادها بعد الساعه 12، كانت تشعر فيها بالخوف انه انا ممكن اعيش ممكن لا. فبسن ال 18 يعني كانت هي مرعوبه نوعا ما. هلا أنا كتبت لها هيك يعني كمقدمة للكتاب، إهداء بسيط لروحها، إن شاء الله رح تكون في بداية الكتاب في المقدمة. سلامي إليك أولا، وسلامي عليك ثانيا، وحنيني إليك ثالثا، حنين يتجاوز حدود السماء ليصلك حيث أنت هناك في الفردوس الأعلى، ليطبع على جبينك كل قبل الشوق. أيتها الراحلة عني إلي، أيتها الساكنة بين الضلوع الممتدة في كل شراييني،
أيتها النائمة في بؤبؤ العين، متوسدة جفنها، ملتحفة أهدابها. أيتها الرقيقة الشفافة الزكية البهية الحنونة، كبيرة الصغيرة وصغيرة الكبيرة، أيقونة الأغلى ونجمة الأحلى. بعدك لا طعم لشيء، لا لون لشيء. السلام إليكم وعليكم ممن لم يرى يوما سلاما. لربما هذا يومي الأخير، ولربما لا تزال هذه البداية. إنني لم أمضي من العمر سوى 18 عاما وبضع ثوان. هل سيصدقني أحدكم؟ هل سيقف أمامي مذهولا لا يقوى على فعل شيء سوى ذرف الدموع إن أخبرته بأنني عشت أعوامي الأخيرة كأنها أعوام مسن بلغ من التعب والوهن 70 عاما؟ رغم معاناتك وقفت في وجه المرض كالسد المنيع إلى أن تمكن منك واغتالك. وهل أحد يجرؤ على اغتيال الورود؟ حبيبتي، ها هو حلمك الذي حلمتيه يوما يتحقق، وها هو الكتاب الذي يجمع بين ثناياه خواطرك التي كتبتيها بأحرف المعاناه والدموع، تلك الخواطر التي أخفيتها عني وعن والدتك خوفا علينا. ها هي ترى النور.